اهلا بكم الى ملف اليوم أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية أن سياسات الصادر واعتبارا من العام الجاري ستكون علنية أمام المصدرين وأمام كل المهتمين بالاقتصاد والمواطنين كافة. وقال وزير المالية بنهاية الشهر الجاري أو مطلع أكتوبر القادم ستعلن سياسات الصادر الجديدة موجها بنك السودان المركزي بالاستعداد لتنفيذ ذلك ووضع وزير المالية خطوطا عامة لما يمكن أن يكون في الشأن الاقتصادي. متناولا التحديات الكافة التي تواجه البلاد وسبل مواجهتها ملتزما بحل الإشكالات التي تواجه النقد المحلي والأجنبي وشح السيولة وما يتعلق بإمداد مستقر بمخزونات معقولة من القمح والدقيق وتأمين النقود بحيث لا تكون هنالك أي مشكلة سيولة فضلا عن وضع سياسة ناجزة وفورية لتأمين النقد الأجنبي والذهب وتوفير مخزونات جيدة أو مستدامة في يلي الدواء والوقود هذا وبذلت الحكومة الجديدة عددا من الوعود بمعالجة الاختلالات التي لازمت الاقتصاد السوداني، حيث حددت الحكومة اولويات تنطلق منها لاحداث اختراق مهم في القضايا الملحة كارتفاع التضخم وتراجع سعر الجنيه امام العملات الاجنبية. ما من خبير اقتصادي تحدث عن الحلول والاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد. الا واورد عمليه دعم الانتاج كبدايه صحيحه لوضع الاقتصاد السوداني في مساره الطبيعي وهو امر يتطلب ابتداء توفر اراده سياسيه قويه لانفاذه. وتكتسب زياده الانتاج اهميتها من كونها تشكل عاملا حاسما في دعم الصادر وهو ما يحتاجه السودان لتكسير الهوه الكبيره في الميزان التجاري، ذلك ان دعم القطاعات الانتاجيه يسهم في تقليل الواردات من بعض السلع الاستراتيجيه كالقمح. كما أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الواردات ومن ثم إلى زيادة عائدات السودان من النقد الأجنبي الحكومة الجديدة حسب ما طرحته من برامج اقتصادية ستركز في مجال السياسات المالية والنقدية على العمل على زيادة سلع الصادر سد الفجوة الداخلية والخارجية وزيادة المواعين الإيرادية بتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق العام وإعطاء الأسبقية لتمويل القطاعات الصادرة واستحداث وسائل تمويل إضافية لتمويل القطاعات الإنتاجية وتعتمد الحكومة في مسعاها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية على جملة من الحزم والتدابير المالية والنقدية عطفا على ما اتخذه البنك المركزي فيما سبق من اجراءات فيما يتصل بالسياسات النقديه واجراءات شراء وتصدير الذهب للقطاع الخاص والتعجيل بالسياسات المحفزه لاستقطاب موارد المغتربين وتجاوز تبعات ازمه شح السيوله وخفض معدلات التضخم والسيطره على غلاء الاسعار إذن لمزيد من التفاصيل وإلقاء الضوء حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير الاقتصادي والمحلل البروفيسور عثمان خيري بروف مرحبا بك في الحدث الاقتصادي بداية ما هي توقعاتك لهذه القرارات الجديدة بشأن الصادر التي ذكرها معالي رئيس مجلس الوزراء؟ أولا مرحب بك وبالمشاهد الكريم وأحيي الحكومة الجديدة وأشيد بما بمقدمة ما ذكر والصراحة والوضوح والشفافية في السياسات دعنا أقول لك أولا يعني إعلان وجود السياسة للصادر فيه محمدة كبيرة جدا ومؤشر بشريات للصادرات التي عيقت كثيرا في التاريخ القريب ولكن سياسة الصادر وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك اتساق كبير بينه وبين السياسة النقدية والمالية للبلاد مم. وأعني بذلك أن يكون التعامل مع الدولار الثلاثي دولار واحد وذلك فيما مختص دولار المقتربين ودولار شراء الذهب عن طريق البنك المركزي ودولار الصادر يجب أن يوحد هذا الدولار لأن الدولار أصلا هو شيء واحد نعم ما هي اهم مطلوبات السياسات الداعمه للصادر بشكل حقيقي؟ انت ذكرت ان هذه السياسات اتت في وقت مهم وهي سياسات ضروريه وفاعله، ولكن ما هي اهم مطلوبات السياسات؟ نعم، آه هذا سؤال هام جدا لانه كلمه سياسات كلمه فضفاضه آه ممكن ان تعني التساهيل، ممكن ان تعني السياسه النقديه، ممكن ان تعني سياسه الجمركيه، ممكن ان تعني سياسه يعني عائلات الصادرات ولكن المحور الاساسي في سياسات الصادر هي سعر الدولار او ما يسمى بحصيله الصادر. من هو صاحب حصيله الصادر؟ هل هو المصدر ام الدوله؟ واذا كان الدوله تريد ان تستولى على حصيله الصادر ما هو المقابل المجزي للمصدر؟ هذه هي المعضله الاساسيه، بقية السياسات بقيتها سياسات, سياسات سياسات ثانويه آه ممكن ان يعني عنها الطرف في المرحله القادمه ولكن المرحله الحاسمه، السياسه الحاسمه، ال 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 القرار الحاسم هو الدولار الصادر وكم يساوي في في حساب الحكومه بالنسبه <applause> <applause> ولذلك لا. انا اقول ان الدولار يجب ان يكون دولار واحد وهو ما يعادل دولار سعر شراء الذهب. من التعدين الاهلي والحكومه وغيره وسعر استقطاب دولار المغتربين. نعم بروفيسور لكن الا تعتقد ان يعني انه من من الاستعجال بمكان ان نتحدث عن الفائده من الصادر قبل الحديث عن يعني عن الانتاج والانتاجيه عن تحفيز القطاعات الإنتاجية عن دعم القطاعات الإنتاجية عن الاهتمام بمسألة الجودة عن الاهتمام بمسألة الصناعات التحويلية المرتبطة حتى السودان حتى الآن يصدر الخام لا تعتقد أن هذا الحديث هو, هو, هو ما, كان يفترض أن, أن يتم ذكره بشكل موسع وبشكل أو أوضح يعني يعني دعني أقول لك يعني على صحة ما ذكرت ولكن هناك مقتضى آخر نحن الان نمر بفتره استثنائيه مفصليه في اقتصاد مأزوم فنتكلم الان عن الصادر في المتاح الذي يجري اصلا في مجريات واتساقات الصادر منذ السنين الماضيه والى الان، نتكلم عن صادر الثروه الحيوانيه، صادر البترول، صادر الحبوب الزيتيه والمنتجات النباتيه وصادر الصادر الثروه الحيوانيه ومشتقاتها، وتكلم ايضا عن صادرات الذهب. <applause> لكن عن نتكلم عن المدى البعيد والمتوسط عن زياده الانتاج والانتاجيه فهذا شيء محمود ومطلوب وهو ضمن البرنامج الخماسي وضمن برنامج الاصلاح ولكن الان ما نتكلم عنه في السياسات المطلوبه والمقصوده في مجلس الوزراء اليوم هي المجريات الاقتصاد الحالي فك الاختناق الحالي الخروج من من بالاقتصاد السوداني من هذا النفق في من خلال الصادرات المتاحه الان الموجودة، ثم في مرحلة أخرى متوسطة نزيد الصادرات، نزيد الإنتاج، نزيد الإنتاجية ونطبق البرنامج الخماسي المعدل إن شاء الله. طيب هذا فيما يلي الصادر، طيب برؤية شاملة للوضع أو ولل... للقرارات المرتقبة من الحكومة التي ذكرها السيد معتز موسى، آه والخطط أيضاً خطط الحكومية لتخفيف الضغط الاقتصادي على على المواطن. ما تقييمكم لتلك الخطط والقرارات؟ التي صدرت والمرتقبه ايضا وما هو المطلوب؟ دعني اقول لك شيئا اولا يعني حتى نكون ايجابيين دعنا دعنا اولا نتفائل ودعنا اولا نشكر القائمين على الامر ب يعني اعلاناتهم المتكرره بالالتزام برفاهيه المواطن وسعاده المواطن وانا اذكر كلمه سعاده المواطن تحديدا لان ذكرها وزير الاعلام وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومه وأتكلم عن رفع المعاناة عن الكاهل الشعب السوداني وأتكلم عن الإقرار والاعتراف بالضيق المعيشة وضنك الموجود الآن لكن هذا يعني لا يكفي بروف. معليش يعني أنا كل ما قصدته أنه هذه بداية طيبة الاعتراف بالمشكلة هذه بداية طيبة نريد أن نتحدث من ناحية علمية بروفيسور ما هي المطلوبات ال ال التي تقتضيها المرحلة الآن لتخفيض الضغط على المواطنين أنت بصفتك محلل اقتصادية وطبعا هذا سؤال صعب يعني انا انا ممكن اعطيك رايي الشخصي ممكن اعطيك الراي الاقتصادي ممكن اعطيك راي الحكومه نريد الرأي او المتاح نريد يعني هذه الاختصفيق. اربع اشياء مختلفه يعني للاسف الشديد يعني نا. اولا يعني يعني لا تتوقع ان تتم يعني يتم يعني يعني خلاص سريع ويعني رفاهيه كبيره بمستوى السعاده في الفتره القريبه يعني هذا شيء غير متوقع وغير منطقي وغير عملي وغير موضوعي هذه اولا ان اقول لك يعني ثانيا يعني الدوله يجب ان تراعي حاجه المواطنين في السلع الاساسيه الاستراتيجيه الغذائيه لو تريد ان اذكرها بالتفصيل اذكرها آه ثالثا آه يجب ان تراعي الدوله بيب يعني بكبح التضخم ومواجهه هذه هذا التضخم مواجهه حقيقيه ليست عن طريق الاعلام والتصريحات وانما بسياسه اقتصاديه ونقديه وماليه آه تنطوي عليها تحديد حجم الكتله النقديه ويعني يعني آه الاحكام مساربها وفك النقد للجمهور مع ال ازاله تبعات ذلك والسيطره على الكتل النقديه خارج اطار المنظومه التي اتبعت في الماضي وهي يعني 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 منع المواطنين من الحصول على اموالهم هذه سياسه غير 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 مجديه وخاطئه وغير قانونيه وغير انسانيه وغير شرعيه اصلا ثم وبضرب الانتاج نفسه يعني الشيء الثاني والاهم من ذلك هو أن هذا المواطن المسكين المغلوب على امره يعني تقطعت به السبل ويجب ان تبادر الدوله بتصنيف حاجات المواطنين السودانيين نفسهم هناك نعم. هناك حاجات ضروريه اساسيه يجب ان توفر الدوله وتدعمها دعم استراتيجي تقاطعي. اما الدعم المطلق الان الموجود السطحي الافقي فهو سبب المشكله اصلا، الدوله الان بتدفع اكثر من 250 مليون جنيه بالجديد دعم يومي للخبز وهذا سياسه غير مجديه، خساره للدوله وخساره للمواطن اصلا يعني. فيجب ان يصنف المحتاجين وتصنف الادوات اللي لخدمه هؤلاء المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وثم اهم من ذلك اعاده النظر في الموازنه بدفع الانتاج وزياده الموارد المتاحه للتعليم والصحه والخدمات والبيئه وهي من الاشياء الضروريه المحوريه في الاصلاح وفي الرفاهيه. طيب بروفيسور اعلن اعلن وزير الماليه رئيس مجلس الوزراء ايضا عن إفراج؟ عن انفراج أزمة السيولة التي ذكرتها والمعروفة والملموسة الآن في في الشارع في غضون عشرة أسابيع تحديدا حدد لها هذا السقف الزمني دون أن يفصح سيادته عن عن الكيفية ترى ما هي الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف؟ دعني نقول أن يعني أول حاجة إذا كان هناك التزام محدد بأسابيع هذه أولا السياسة نفسها هي محمودة القول السياسي أو الاقتصاد يلتزم بموعد وإن كان فضفاضا يعني من بين ستة إلى ثمانية أسابيع ولكن يجب أن يكون الحل ليس في نهاية المدة يجب أن يستشعر المواطن الحل منذ إعلان السياسة فإذا كانت السياسة بتأخذ ستة أسابيع فيجب أن تحل في الأسبوع الأول سدسها عشرة أسابيع ويحول في اليوم الأول هي لا من ستة إلى ثمانية أسابيع م. يعني هذه بدة ما يعني معقولة ولكن يجب أن يبدأ الحل ونبدأ الانفراج يوميا يعني يجب ان يحس المواطن بجديه يحس المواطن بالجدوى يحس المواطن بالحق وال وال والصدق في المق... في القول يعني فانا اعتقد ان يعني اذا وجدنا يعني انفراج في السيوله على مستوى الحاجات الشخصيه وعلى مستوى الصرافات الاليه وعلى مستوى المرتبات <applause> آه يعني في المرحله الاولى نعم. في الاسبوع الاول يكون هذا يعني مؤشر حقيقي طيب بروف ما هي ما هي فرص نجاح جهود الحكومه في ايقاف تدهور الجنيه امام العملات الاجنبيه ايضا هذا الشان مرتبط ارتباط كبير ب... بانفراج ازمه السيوله للاسف الشديد انا اجابتي آه يعني ستكون غير مريحه بالنسبه لهذا السؤال، قد يكون في شخص اخر له اجابه اخرى، ولكن لا اتوقع يعني ان يصمد الجنيه امام الدولار صمودا يعني يعني مشرفا بمستوى يعني كبير ويعني يتراجع الدولار في سعر الصرف يعني في في حدود اكثر من 15%. يعني. لماذا ما هي الاسباب؟ الاسباب لانه الاقتصاد السوداني اقتصاد مأزوم يمر بمرحله مفصليه يعني الحل حقة يعني حلها في المدى القريب فيه استحاله ولكن يحتاج لمعالجات جذريه في المدى المتوسط والطويل وحتى المعالجات الجذريه كما يقول البروفيسور عبد العال استشار الاسنان المعالجات الجذريه احيانا تفشل ايضا فبالتالي يعني الاقتصاد السوداني يمر بمرحله مفصليه مرحله استثنائيه الحل فيها غير متاح في المدى القريب الملاحقات والسياسات الموجوده الان هي عباره عن استباق وملاحقه حتى لا يكون هناك تدهور اكثر يبقى اذا نلخص بانه نحن محاولاتنا كلها لايقاف تدهور اكثر في الجنيه ولكن يعني تقدم الجنيه واحرازه تقدم امام الدولار هذا يعني في المدى القريب ليس متاتيا وليس سهلا وليس موضوعيا وليس منطقيا. طيب بروفيسور يعني انت تعلم والجميع ان السياسات الاقتصاديه السودانيه في عمومياتها تكون اقتصاديات جيده من حيث الصياغه وصياغه القانون من حيث استنادها الى نصوص قانونيه من حيث ايضا المدى الزمني والخطط الموجوده ومن حيث التخطيط المسبق منذ وقت كافي ولكن دائما أو غالبا ما كانت تصطدم بعقبة التطبيق. هل سيستطيع السيد وزير المالية السيد معتز موسى أن أن يحل هذا اللغز الآن؟ لغز التطبيق للسياسات الجيدة. الإجابة طبعا لا. الإجابة لا ببساطة لأنه هناك يعني معضلات مؤسسية، هناك معضلات يعني اجتماعية وثقافية واقتصاديه وقانونيه ايضا في 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 تطبيق السياسات و وليس صحيحا ان السياسات كانت محكمه البرنامج الخماسي كان برنامج هلامي ليس به ليس به اي مؤشرات لقياس النجاح والتقدم محرز اصلا يعني وهذا عيب الرئيسي في البرنامج الخماسي الذي ادى الى يعني عدم تحقيق اي تقدم محرز في في اهدافه الساميه الجميله المنمقه المنسقه أه لم تاتي اي باي نتيجه يعني السبب انه ما في مؤشرات قياس وايضا موازنه 2018 نفسها الان اللي احنا في خضمها وفي نهاياتها موازنه تعتبر يعني ما اقول فاشله لكن يعني يجب اعاده النظر فيها الان فورا واعلن ذلك اصلا ويجب ان تعاد صياغتها ومقتضياتها ومواردها ومصاريفها كلها الان حتى تتغير وتغير تغييرا كليا كبيرا ضخما يعني وبالتالي يعني والتخطيط الاقتصادي نفسه يعني تخطيط متضارب الخطه الـ 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 الاستراتيجيه غير متسقه مع البرنامج الخماسي، البرنامج الثلاثي للاصلاح غير متسق مع البرنامج الثلاثي للانقاذ سابقا، وكان عندنا برامج للانقاذ الثلاثي البرنامج الانقاذ الثلاثي ما ما نجح ايضا، ثم اتت الخطه السداسيه او او خماسيه غير غير محكمه وغير ملتزم بها، وليس هناك اي تمويل لها اصلا يعني والعقده الاساسيه والمشكله الاساسيه في التمويل هناك قصور في التمويل الاجنبي وفي في الارصده الاجنبيه سواء كان في شكل قروض او يا هبات يا او منح او ودايع وهذه معضلة الاقتصاد السوداني انه تم تجفيفه بواسطة يعني جهات خارجية تم تجفيفه تماما واصبح يعاني من شح من في العملات الاجنبية والارصدة الاجنبية شكرا جزيلا لك سيد البروفيسور عثمان خيري الخبير والمحلل الاقتصادي حدثني من الخرطوم شكرا جزيلا